أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم إلى السابعة من قناة التناصح. أكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية محمد الهوش للتناصح عن بذل المجلس لمجهودات كبيرة وعلى كافة المستويات لعودة درنا إلى حاضنة الدولة. الهوش نشد ما أسماه القيادة العامة للجيش برفع الحصار عن المدينة وتذليل كافة الصعاب لدخول لوازم الحياة لأهالي درنا. وأضاف الهوش أن المجلس الأعلى للمصالحة قام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال شاحنات أدوية لمستشفى الوحدة، وأنهم على استعداد لإدخال المواد الغذائية والمحروقات عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حال سماح ما يسمى غرفة عمليات المختار التابعة للميليشيات الكرامة بإدخالها. ثمنت رابطة مؤسسات المجتمع المدني بمدينة درنا المساعي التي بذلت من جهات وأطراف مختلفة لإعادة فتح المنافذ البرية مع المدينة. وأشادت الرابطة في بيان لها الجمعة بالتألف الداخلي لجميع المكونات الاجتماعية والسياسية والعسكرية في المدينة أمام الظلم وجور الحصار. ودعت الرابطة إلى إحياء المبادرات الهادفة إلى إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعم كافة الجهود لتعبر مدينة درنا والمدن المجاورة لها إلى بر الأمان بعيدا عن الحرب والاقتتال. طالبت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو بسرعة توفير ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة درنا. ريبيرو في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني تحصلت التناصح على نسخة منه، ذكرت أن الأمم المتحدة تؤكد دائما على أن المدنيين العالقين ليسوا هدفا، مضيفة أن ما يقارب 100 قتيل من بين القتلى 37 طفلا و 120 جريح إثر أعمال العنف الدائرة في ليبيا العام الحالي. أفادت مصادر من مدينة درنا أن المنفذ الشرقي مرتوبة والمنفذ الغربي كرسة تم فتحها للدخول والخروج من المدينة فقط ومنع دخول المحروقات والدواء ومواد البناء وغاز الطهو. وأوضحت المصادر أن الأهالي تعرضوا لمعاملة غير إنسانية في طريق كرسة من عناصر مسلحة تتبع ميليشيات الكرامة، كما أعلن عن تجديد إغلاق المنافذ الجنوبية واعتبارها منطقة عمليات عسكرية. بعد قرابة أسبوعين من حصار مدينة درنا، ميليشيات الكرامة تعيد فتح الطريق جزئيا في خطوة يراها البعض رضوخا لضغوط دولية ومحلية ويراها آخرون بأنها متاجرة سياسية. ذهبت ريح الحصار وفشلت قبضة من فرضوه بالإمساك بجوانبه، ليس فقط تحت وطأة المنظمات والمحاكم الدولية، بل كذلك بفعل انكشاف الوجه غير الإنساني للمحاصر. فبعد أسبوعين من حصار مدينة درنا، ها هي ميليشيات الكرامة تقوم بفتح جزئي لطريق مرتوبة الفتائح أمام أهالي المدينة بعد إعلان غرفة عملياتها فتح الطريق أمام الحالات الإنسانية ودخول السلع وتنقل الطلبة خلال ساعات النهار. تطور استبشر به أهالي المدينة لما فيه من متنفس لسكان درنا الذين عاشوا أياما صعبة على أمل ألا تغلق الأبواب مرة ثانية أمام الأهالي لتخفيف معاناتهم. ويرى مراقبون أن فك الحصار الجزئي عن المدينة جاء بعد الضغوط الدولية والمحلية على قيادة ما يعرف بعملية الكرامة واتهامها بارتكاب جرائم حرب
ضد الإنسانية جراء هذا الحصار الخانق. الفشل الذي مني به الحصار حتى الآن دفع الأطراف المشاركة في العملية إلى اتخاذ طريق مغاير. فالحصار قبل أن يضر بدرنا أضر بهم، فقد دخلت على الخط مساومات سياسية يرى البعض أنها كانت سببا لفتح الطرق على مدينة درنا، مما اضطر الميليشيات المحاصرة لفتح الطريق ليبقى المواطن في درنا بين شد وجد سياسي. استخلصت درنا العبر ونجحت في فك الحصار ولو جزئيا، قاومته بشتى أنواع الأسلحة، لم ينل الحصار منها، تغلبوا على جوعهم وعطشهم وآلامهم وتمكنوا من الاستعداد ثانية للمواجهة. فالعاقبة لهم لا لمن يحاصرهم. استنكر عدد من المحتجين بمدينة بنغازي الجمعة المذكرة المقدمة من محكمة الجنايات الدولية بحق أمر محاور ميليشيات الصاعقة محمود الورفلي، وقال المحتجون في بيان لهم أنهم لا يعترفون بالمذكرة المقدمة من قبل الجناية الدولية ضد الورفلي، مستنكرين المساس به وتقديمه للمحاكمة. ونقول للمحكمة الجنايات الدولية نحن لا نعترف لا نفرط في دماء شهدائنا أو أبناء المؤسسة العسكرية من الشهداء المدنيين أو العسكريين أو المساس بالقيادة العامة للجيش الليبي. كما نقول كما أننا دولة ليبيا لن نوقع على اتفاقيات المحكمة الجنايات الدولية إلا من السلطات الشرعية المتمثلة في البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح والقيادة العامة للجيش الليبي برئاسة المشير خليفة بن قاسم حفتر. كما نقول لمحكمة الجنايات الدولية أين أنتم من حقوق الإنسان عندما كان أبناء الشعب الليبي وأبناء قال مصدر محلي من منطقة براك الشاطئ الجمعة أن مجموعة مسلحة قامت بالهجوم على مجموعة تابعة لميليشيات الكرامة بمشروع الدبوات. المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال أن الهجوم تسبب في مقتل عنصر تابع للكتيبة التابعة للمدعو محمد بن نايل وأصيب آخرون حسب قوله. أضاف المصدر أنه لم تتضح بعد هوية المجموعة التي قامت بالهجوم. رحبت حكومات فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بقرار محكمة الجنايات الدولية بشأن مذكرة اعتقال المدعو محمود الورفلي أحد القادة بميليشيات الكرامة. ولفتت الحكومات الثلاث في بيان مشترك نشره موقع الخارجية الفرنسية السبت أنهم يتابعون عن كثب مشريات الأحداث في ليبيا، منوهين على ضرورة التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب جرائم قتل غير مشروعة بحق المدنيين. أضاف البيان أن الدول الثلاث ستواصل جهودها على المستوى الدولي لمتابعة الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية. قال محمد لفارس الناطق باسم ما يعرف بلواء 12 التابع لمجرم الحرب حفتر بأن ما جرى الجمعة في مشروع الدبوات قرب مدينة براك الشاطي هي عملية سطو قتل على إثرها أحد الأفراد وجرح اثنان آخران، كما نتج عنها سرقة سيارة. لفارس في تصريحات صحفية نفى الأخبار المتداولة بوقوع اشتباكات مسلحة وسقوط عدد من القتلى والجرحى، كما نفى أن تكون للواقعة دوافع إرهابية على حد تعبيره. اعتبر حزب العدالة والبناء كلام مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني يختلف اختلافا تاما مع رؤيته واجتهاده في حل الأزمة الليبية حسب قوله. الحزب في بيان له ذكر أن تصريحات الشيخ الصادق غير مسؤولة وتحريض صريح لمن وقع على اتفاق إسخراط
حسب البيان، مضيفا أن اتفاق أسخيرات تحقق من خلال إنهاء الحرب في جميع ربوع البلاد، مؤكدا أن هدفه من التوقيع هو العمل مع من وصفهم بشركاء الوطن في حقن الدماء وإحلال السلام. اجتمع الخميس كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ووفد الأمم المتحدة المرافق له والمجلس البلدي الزنتان لبحث أوضاع المدينة والنازحين فيها. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أوضحت بأن الجانبين ناقشا دعم المجلس البلدي لتقديم الخدمات الأساسية منها المياه والصرف الصحي ورعاية طبية وتوفير مأوى للنازحين داخليا. عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني ثمن بدوره جهود المصالحة التي تبذلها الأمم المتحدة لجمع الليبيين حول طاولة واحدة بحسب وصفه. يشار إلى أن غسان سلامة وصل يوم أمس الخميس إلى مدينة الزنتان برفقة نائبته ومنسقة الشؤون الإنسانية فيليبيا ماريا ريبيرو. قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة أبو القاسم قزيط أن مدير مصر في ليبيا المركزية الصديق الكبير يدير أكبر عملية فساد في تاريخ ليبيا على حد وصفه. اعتبر قزيط في تصريح تلفزيوني أن الصديق الكبير هو العقبة الرئيسية أمام أي حل سياسي، وذلك بقيامه بتجويع الليبيين لحساب من أسماهم بالفاسدين من رجال الأعمال، محملا مسؤولية هذا الأمر للبرلمان المنحل ومجلس الدولة. وأكد قزيط على ضرورة عدم تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه سياسة التجويع التي ينتهجها المحافظ، أنه يجب ألا يفلت من التحقيق والمساءلة وحتى العقاب إذا اقتضى الأمر ذلك على حد تعبيره. السابعة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فصل. مدير مطار سبا يقول إن المطار جاهز لاستقبال أي طائرة بعد استكمال التجهيزات الفنية والأمنية. Oh.
أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. طالبت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الليبية بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل قبالة السواحل الليبية لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين. بحسب ما نقلته صحيفة دوتشي فيله فإن الوزارة أكدت أنه لا يوجد سبب لوضع قيود على عمليات الإنقاذ التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه لا يوجد سبب مقنع لإنشاء منطقة للبحث والإنقاذ، مؤكدة أن مستوى الحماية للمهاجرين يجب ألا ينخفض. طلب رئيس منظمة الصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكا الأمم المتحدة بسرعة التدخل في قضية منع المنظمات غير الحكومية من القيام بإنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية. روكا في لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في نيويورك نقلته وكالة واكي الإيطالية ذكر أن منطقة الحظر المفروض على المنظمات التي أقامتها السلطات الليبية قيدت عملهم، مضيفا أنه يجب إنشاء ممرات إنسانية وتطوير المعلومات في البلدان التي يأتي منها من يقرر الهجرة. قال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم إن تحديد منطقة البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية الليبية لا يمس عمل أي منظمة أو جهة إنسانية، ولكن يتطلب التنسيق مع الجانب الليبي فقط. قاسم في تصريح لصحيفة العرب الجديد ذكر أن إعلان المنطقة هو حق مشروع للدولة لفرض سيادتها على مياهها الإقليمية، مضيفا أن البحرية الليبية خاطبت المنظمة البحرية الدولية أن المنطقة جاءت لتنظيم العمل في المياه الليبية التي أصبح العمل فيها فوضويا يقترب من وضع انتهاك السيادة حسب قوله. هذا وسبق أن أكدت قيادة القوات البحرية الليبية أن الإعلان عن منطقة البحث والإنقاذ في الإقليم البحري الليبي هو حق مشروع للدولة الليبية تكفله التشريعات والقوانين واللوائح الدولية. البحرية في بيان لها الأربعاء اعتبرت أن توقف منظمات غير حكومية على خلفية هذا الإعلان أمر لا يعنيها، مضيفة أن يدها ممدودة للجميع دولا ومنظمات للتعاون والعمل المشترك في مجال البحث والإنقاذ في المنطقة المحددة في الإعلان من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية وفي كافة مسائل البحث والإنقاذ وفقا للتشريعات الليبية والدولية النافذة. أعلنت السلطات النمساوية تكليف 70 جنديا لمنع دخول اللاجئين إلى البلاد عبر ولاية تيرول الحدودية مع إيطاليا. مسؤول الأمن في ولاية تيرول هيلموت توماك في تصريح صحفي ذكر أن بلاده رفعت مستوى التدابير الأمنية لمنع دخول اللاجئين إليها، مضيفا أنه ما بين 700 إلى 1000 لاجئ يحاولون دخول ولاية تيرول بطرق غير شرعية شهريا حسب ما ذكر. قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي إن عدم التحكم في قضية الهجرة هو بسبب الصراع الدائري في ليبيا حاليا. برودي خلال لقاء لتقديم أحد كتبه ذكر أن الاتفاق بين الحكومات غير كاف ويتعين إشراك القبائل في ليبيا التي تمتلك الكثير من النفوذ حسب قوله، مطالبا بضرورة تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية المهتمة بإنقاذ المهاجرين من السواحل الليبية. أعلن الناطق العسكري باسم ما يعرف بجماعة أنصار الله التابعة للحوثيين استهداف التحالف الدولي بقيادة المملكة السعودية لسفينة نفط ليبية في باب المندب كانت قادمة من إيران. وأكد الناطق بحسب وكالة سبوتنيك الروسية أن ذلك يأتي لتبرير هجوم الحوثيين المزمع على الحديدة والسواحل الغربية. بدوره أكد المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات الليبية عودة الناقلة بسلام بعد تعرضها لعملية قرصنة في منطقة باب المندب. هذا وأكد المكتب الإعلامي بوزارة المواصلات عودة الناقلة ليبيا بسلام بعد تعرضها لعملية قرصنة في منطقة باب المندب. المكتب نشر عبر صفحته الرسمية فيسبوك أن الطاقم الأمني المرافق للناقلة تمكن من تأمينها وإحباط محاولة الهجوم عليها قبل قراصنة مجهولين.
قال مدير مطار سبع المدني محمد وحيد أن المطار جاهز لاستقبال أي طائرة بعد استكمال التجهيزات الفنية والأمنية. وحيد أوضح لبوابة الوسط السبت أنه تم إرسال تقرير فني وأمني الخميس لمصلحة الطيران بجاهزية المطار، مضيفا بأنهم في انتظار إذن العمل وأنه لا توجد أي مشكلة فنية أو أمنية حسب التقارير. وفيما يتعلق بنقل حجاج الجنوب، قال وحيد أن هذا الموضوع يحتاج موافقة استثنائية وإنسانية من مصلحة الطيران أو وزارة المواصلات لنقلهم بالطائرة إلى طرابلس. نقلت وكالة رويترز السبت عن مصادر في صناعة النفط أن شركة رويال داتش شيل نقلت شحنة تبلغ 600 ألف برميل من خام النفط من ميناء زويتينا لأول شحنة تنقلها من ليبيا منذ 5 سنوات. وقال ناطق باسم شيل أن ليبيا لديها موارد كبيرة وشركة شيل لديها تاريخ في تسويق الخامات الليبية، مضيفا بأنهم يرحبون بفرص الأعمال الجديدة مع المؤسسة الوطنية للنفط. هذا وقالت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن صناعة النفط في ليبيا تتحسن وأن الدولة أصبحت أكثر قدرة على حل الاضطرابات والتوقفات المتكررة في المنشآت النفطية، مما يشير إلى أنها تقترب من أن تصبح منتجا مستقرا مرة أخرى. وأضافت الشبكة في تقرير نشرته الخميس أن فترات توقف المنشآت والحقول النفطية عن العمل تراجعت حاليا على نحو ملحوظ بشكل مغاير عما كان يجري في الأعوام السابقة، حيث كانت فترات التوقف تستغرق فترات طويلة، في حين يتم التغلب الآن على أي تعطل أو خروج عن العمل خلال أيام. مشاهدينا، الآن نظرة على سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي. ومع توقعات درجات الحرارة لهذه الليلة نتابع. لم يتبقى لي مشاهدينا الا ان اشكركم على حسن المتابعه، تلقاكم مره اخرى في امان الله.
الله.